عندي نقطة لالي. لا والله ما يجي يبطأ. ما تنجي يجي يبطأ. يعني عطى شوي هيك. صفر. شو لك لالي؟ ايش عم تسوي؟ بحفظ قرآن. ما شاء الله تبارك الله. انا صورة عم تحفظ؟ ارفع وجهك لنشوفه. اين صورة عم تحفظ؟ صورة الزمر. ما شاء الله تبارك الله. يلا شوي كده بدي اسمع لك لنشوف اخوك عبد المؤمن ايش عم تسوي. عبد المؤمن ايش عم تسوي؟ اتفرج بالونات. يا الله ليش كل هالبالونات؟ شو هي الصندوقات؟ كنز؟ شو هي الصندوقات؟ هي بالونات. يا الله كل هذا البالونات. ما شاء الله كل هالبالونات. اي والله. ايش رايكم اذا عندنا كل هالبالونات نساوي تحدي البالونات؟ في تحدي ساويته عائلة عدنان كل الزين. ايش رايكم نسوي؟ ايه يلا جاهزين؟ ايه تعال نساعدنا. يلا ما بتساعدنا على التحدي؟ هلا بنقولكم شو فكرة التحدي. اول شيء نفخوا البالونات. طبعا الفائز رح نعطيه 1000 دينار عراقي. عبودي الفائز له 1000 دينار عراقي. يا أبطال كاربو تي في خلوكم معنا. المرحلة من التحدي رح يلعب ليس عبد المؤمن ضد بعضه والفائز منهم بيلعب معي وبعدين بنكمل التحدي. أول شيء رح بيلعب عبد المؤمن ليس رح نربط تكريم. يلا أخذت التليفون. خليك عبد المؤمن هون شيء ما تشيع الكاميرا. هاي أول بالونة أنا أصفر. ايش رايكم يا أبطال كاربو تي في نهاية التحدي ندخل ثلاثتنا على الحلبة ونتحارب بعضنا ثلاثتنا؟ اي والله. هي بس نهاية التحدي. نهاية التحدي. نهاية التحدي رح نهجم ثلاثتنا مع بعض. أربعة على أربعة. ثلاثتنا على أربعة. ثلاثتنا. إيه. هجوم جماعي. إيه. بس هيك نهاية التحدي نسألكم إياها. فانتظروني لنهاية التحدي. بس أول شيء الله رح لا يصعد المؤمن وكمية ثلاث بالونات. وقبل ما بلش يا أبطال كاربوش تي في. كنت عم بتحية هيك لبعضكم مثل هدول كونفو هيك. يلا جاهزين؟ جاهزين. أول شي سلموا على بعضكم. روح رياضية. واحد اثنين أعطيني بالونات.
كمان تعلم ابغى البالونات مرتين. انا متحمس وواي ماني مصدق. وانا متحمس وانا متحمس هم. تعال شوف نطقت لك يا عمي. في الحلبة طبعا من الشروط اني ما طلع طلع برات حلبة وبس حدا طلع برات حلبة حيكون الخاسر. جاهزين؟ جاهزين. واحد اول شيء بنحيي بعضنا. واحد اثنين يلا واحد اثنين لهوني بيكون خلص تحدينا اليوم. لا تنسوا تعطونا لايك تشتركوا بالقناة وكتبوا لنا تعليق حلو وكتبوا لنا شو كان تحدينا. والسلام.